أرقام التأكسد لبعض الذرات والجزيئات المختلفة. لنقل أن لدينا أكسيد المغنيسيوم، أكسيد المغنيسيوم MgO. سأستخدم لون مختلف للأكسجين. ماذا ستكون حالات الأكسدة لهذه الذرات؟ وقد تعلمنا هذا من قبل، لكن لننظر إلى الجدول الدوري. لا يضير إن أصبح مألوف أكثر بالنسبة لكم. إذا لدينا المغنيسيوم، المغنيسيوم لديه إلكترونين تكافؤ، عنصر في المجموعة الثانية، ويحب أن يخسر هذان الإلكترونان. والأكسجين نعلمه مسبقا هو واحد من الذرات الأكثر كهروسلبية، هو كهروسلبي بشكل كبير، بحيث أن الأكسدة سميت نسبة له. نعم، ونعلم أن الأكسجين يحب الحصول على إلكترونين. إذا هذان يمثلان زوج رائع. هذا العنصر يريد خسارة إلكترونين، وهذا يريد اكتساب إلكترونين. إذا ما الذي يحدث؟ المغنيسيوم سيخسر إلكترونين، كان متعادل، لذا سوف يكون لديه شحنة موجب إثنان افتراضيا. افتراضيا. ومن ثم الأكسجين سيكون لديه شحنة سالب إثنان، لأنه كسب أو اكتسب إلكترونين. إذا في هذا الجزيء من أكسيد المغنيسيوم، حالة الأكسدة للمغنيسيوم هي موجب إثنان، وحالة الأكسدة للأكسجين هي سالب إثنان. لنقوم بمثال أكثر صعوبة. لنقل أن لدينا هيدروكسيد المغنيسيوم. هيدروكسيد المغنيسيوم، سأستخدم لون آخر. الهيدروكسيد هو OH، نعم، اثنان. OH اثنان، هنا حيث هناك مجموعتي هيدروكسيد في هذا المركب. إذا يمكن أن نقول أن المغنيسيوم يحب خسارة إلكتروناته الاثنان، مما يجعل الشحنة موجبة. هي فرضيا حالة أكسدة موجبة. إذا قد يكون مغري لنا القول المغنيسيوم هنا سيكون موجب اثنان، لنكتب هذا. وتذكروا حتى يصلح كل شيء، فإذا كان المركب متعادل فإن كل حالات الأكسدة فيه يجب أن يكون مجموعها صفر. إذا لنرى إذا كان هذا سيجدي نفعا هنا. الآن الأكسجين الدافع لدينا هو أنه يميل ليكون سالب اثنان، لنكتب هذا سالب اثنان. والهيدروجين عندما يرتبط مع الأكسجين، تذكرنا هذا من قبل، في هذه الحالة الهيدروجين مع الأكسجين أولا ثم ارتبط مع المغنيسيوم. إذا الهيدروجين مرتبط مع الأكسجين، إذا كان مرتبط مع المغنيسيوم الهيدروجين، ربما تقولون أنه سيأخذ الإلكترونات وسيكون لديه حالة أكسدة سالبة. لكن عندما يترابط الهيدروجين مع الأكسجين فإنه سيتخلى عن إلكترونه، فقط لديه إلكترون واحد ليتخلى عنه. إذا لديه حالة أكسدة تساوي موجب واحد. إذا لنرى في البداية، قد تقولون لنجمع حالات الأكسدة لدينا، موجب اثنان سالب اثنان يساوي صفر، وموجب واحد نحصل على حالة أكسدة موجب واحد هنا. هذا ليس منطقي، لأن هذا مركب متعادل. لكن انتبهوا، لدينا اثنان من هذه الهيدروكسيدات هنا. إذا ما يجب عمله هو إيجاد مجموع حالات الأكسدة من الهيدروكسيد. ناقص اثنان وزائد واحد. إذا لكل جزيء هيدروكسيد لدينا المحصلة فيه تساوي سالب واحد، ومن ثم لدينا اثنان منهم، لدينا جزيئين هيدروكسيد هنا، وبالتالي فإن مساهمة حالة الأكسدة المحصلة بأكملها ستكون ناقص واحد لكل هيدروكسيد، لكن عندها لدينا اثنان منهم. إذا ناقص اثنان ومن ثم زائد اثنان من المغنيسيوم، وكلها سيكون مجموعها صفر. إذا هذا يجدي نفعا. الآن أريد أن أعمل بعض الأشياء جانبا، أريد العودة لحل بعض المسائل مرة أخرى، لكن أريد أن أكتب بعض المصطلحات جانبا هنا، لأنني استخدمت حالة الأكسدة والمؤكسد والاختزال وغيرها. سأستخدم لون آخر. تتذكروا قمنا بالعديد من المسائل مع الماء، المتأين تلقائيا. في الواقع سنقول 2 مول من الماء في حالة اتزان مع 1 مول من ال H3O زائد.
زائد او اتش ناقص. ومن الواضح كل شيء في محلول مائي. الآن لننظر إلى الماء. ما هي حالات الأكسدة في الماء هنا؟ حسنا، قمنا بهذا أصلا في الفيديو السابق. حالة الأكسدة الأكسجين هي ناقص 2، لأنه يحتكر الإلكترونين من ذرتي الهيدروجين. كل هيدروجين سيتخلى عن إلكترون إذا لدي حالة أكسدة تساوي زائد 1. وشاهدنا أن هذا الجزيء لديه رقم تأكسد يساوي 0، لأن لدينا اثنان هيدروجين مع موجب 1. إذا هنا موجب اثنان وسالب اثنان أكسجين، وسنحصل على 0، وهو مركب متعادل. الآن هنا ما هي حالة الأكسدة؟ إذا واحد من هذه الهيدروجينات تغادر واحد من جزيئات الماء هذه، نعم، وتلتحق بالجزيئات الأخرى للماء بدون أخذ إلكترون معها، انتبهوا. إذا تترك الإلكترون هنا. إذا هذا الأكسجين ما يزال لديه حالة أكسدة تساوي سالب 2، وهذا الهيدروجين ما يزال لديه زائد 1، ومجموعهما سالب 1. رائع. هذه المرة المسألة مجدية نفعا، لأن هذه هي الشحنة الفعلية على أيون الهيدروكسيد هذا. الآن هنا ما هي الحال ما حال ما هي حالات الأكسدة؟ كل واحد من الهيدروجين لديه حالة أكسدة زائد 1، نعم، ومن ثم هذا الأكسجين لديه ناقص 2. وإذا نظرنا إلى الشحنة لجميع الجزيء، زائد 1 على 3 هيدروجينات، إذا هذا زائد 3، قمت بجمعهم فقط، ناقص 2، إذا زائد 3 ناقص 2، كان يجب أن تكون الشحنة زائد 1 على كل الجزيء، وهذا هو الحال. الآن السؤال هو: هل تغيرت أي حالة من حالات الأكسدة لأي من الذرات؟ كل من الهيدروجينات هنا يمكن أن نسمي هذا 2 مول من الماء، أو ربما لدينا 2 من جزيئات الماء، لكن لدينا 4 هيدروجينات هنا. حسنا، وكلهم كان لديهم حالة أكسدة موجب 1. على الجانب الأيمن لدينا 4 هيدروجينات، كل منهم لديه حالة أكسدة تساوي 1. إذا بالرغم أن حالة الأكسدة للهيدروجين تساوي 1 في هذا التفاعل، ويمكن اختيار أي اتجاه للتفاعل، فإن الهيدروجين لم يتم أكسدته، حالة الأكسدة لم تتغير له. ربما تم أكسدته في التفاعل السابق حيث تم تشكيل الماء، لكن في هذا التفاعل لم يتم أكسدته. وأيضا الأكسجين لدينا اثنان من ذرات الهيدروجين من ذرات الأكسجين، كل واحد لديه حالة أكسدة ناقص 2. هنا لدينا اثنان من ذرات الأكسجين، كل واحد لديه حالة أكسدة ناقص 2. إذا في هذا التفاعل لا يوجد إلكترونات انتقلت، لا يوجد إلكترونات انتقلت. إذا هذا ليس تفاعل أكسدة واختزال، أو اختزال، ليس تفاعل أكسدة واختزال. وسأغطي هذا بالتفصيل في الفيديو التالي. وأريد أقول نفس الشيء، لا يوجد شيء هنا تم أكسدته واختزاله، لأن حالات الأكسدة بقيت نفس الشيء. حسنا، لأنه أحيانا سأقول انظروا، المغنيسيوم لديه حالة أكسدة تساوي 2، والأكسجين لديه حالة أكسدة تساوي ناقص 2. المغنيسيوم تم أكسدته، إلكترونين تم أخذهم منه، والأكسجين تم اختزاله، حصل على إلكترونين. وهذا يعني أنه يمكن أن يحدث تفاعل بحيث يتم نقل الإلكترونات فيه، لكن هذا ليس ما حصل هنا، حيث بالضرورة لم يحدث هذا. لكن حالة الأكسدة للمغنيسيوم هي بالتأكيد زائد 2، ومن ثم حالة الأكسدة للأكسجين أو رقم التأكسد له يساوي ناقص 2. تعلمون ما الذي أتحدث عنه عندما أقول أنه تم أكسدته، أي أنه انتقل من المغنيسيوم المتعادل إلى المغنيسيوم الموجب الشحنة عن طريق خسارة إلكتروناته الاثنان، إذا تأكسد. الآن لنحل بعض المسائل الأصعب. لدينا بيروكسيد الهيدروجين، وقلت ذلك عدة مرات من قبل، أن الأكسجين يميل لأن يكون لديه حالة أكسدة ناقص 2، نعم ناقص 2، هذا ناقص 1، أعتقد أنكم تعرفون هذا، هذه العناصر هي زائد 1، الهيدروجين هو زائد أو ناقص 1، هذه العناصر هي زائد 2، أعتقد أنكم تدركون هذا، نوهت لهذا في الفيديو السابق. قد تقولون: حسنا، الأكسجين في الماء هو بالعادة لديه حالة أكسدة ناقص 2، لنعتبر أن هذا صحيح. حسنا، الهيدروجين لديه زائد 1، والأكسجين لديه ناقص 2، لكن عند عمل هذا سيكون لدينا مشكلة فورا. هذا جزيء متعادل، لنرى اثنان هيدروجين أي موجب 2، واثنان أكسجين سالب 2 الواحد، إذا سالب 4، والمحصلة الكلية تساوي سالب 2، وهذا ليس صحيح، لأن هذا ليس لديه أي شحنة. إذا هناك معضلة هنا، وهي معضلة لأنه إذا نظرنا إلى هيكل بيروكسيد الهيدروجين، الأكسجينات عملية تترابط مع بعضها البعض،
من هنا جاءت كلمة البيروكسيد، ومن ثم كل واحد من هذه سيترابط مع الهيدروجين. إذا في هذه الحالة الأكسجين، الجزيئات البيروكسيد خاصة بيروكسيد الهيدروجين تميل لأن تكون حالة خاصة. هناك حالات أخرى لكن هذه حالة خاصة، حيث الأكسجين ليس لديه حالة أكسدة من ناقص اثنان. لننظر إلى هذا ونحاول إيجاد ماذا ستكون حالة الأكسدة للأكسجين في بيروكسيد الهيدروجين. إذا في هذه الحالة رابطة الهيدروجين الأكسجين، الأكسجين سوف يحتكر الإلكترون والهيدروجين سوف يخسر الإلكترون، إذا سيكون زائد واحد هنا. نفس الشيء على هذا الجانب، الأكسجين على الأقل في هذه الرابطة سيكون لديه زائد واحد، سوف يكسب إلكترون. ماذا عن هذه الرابطة الأخرى مع الأكسجين الآخر؟ حسنا، لا يوجد سبب لأن يحتكر الأكسجين الإلكترون أكثر من الأكسجين الآخر، لا يوجد سبب مقنع لهذا. إذا في هذه الحالة حالة الأكسدة للأكسجين هي زائد واحد، هذا الأكسجين حالة الأكسدة له هي زائد واحد. إذا كل واحد من الهيدروجينات لديه رقم تأكسد يساوي زائد واحد. قلنا أن الأكسجينات لديها رقم تأكسد يساوي ناقص واحد، إذا لدينا المحصلة تساوي صفر. 2 ضرب زائد 1 زائد 2 ضرب ناقص 1 تساوي 0. إذا هذه هي حالة خاصة، هذه حالة جيدة لتكونوا على دراية بها. لنقوم بمثال آخر، كربونات الحديد الثلاثي. والآن لأول مرة أتذكر أول مرة درسنا فيها هذا المركب سألت لماذا يسمى كربونات الحديد الثلاثي، على الرغم من أنه فقط لدينا 2 من ذرات الحديد هنا. لمعرفة الإجابة ننظر إلى أرقام التأكسد. الأكسجين رقم التأكسد للأكسجين يميل لأن يكون ناقص اثنان. نعم، ناقص اثنان. الآن إذا كان الكربون يرتبط مع الأكسجين، لننظر إلى الجدول الدوري في الأعلى، لدينا الكربون يرتبط مع الأكسجين. الكربون يمكن أن يكون في كلا الحالتين، الكربون أحيانا يحب أن يتخلى عن الإلكترونات وأحيانا يحب أن يكسب إلكترونات. عندما يرتبط الكربون مع الأكسجين، هذا هنا هو محتكر للإلكترون أو للإلكترونات. إذا قلنا من الذي يأخذ الإلكترونات سيكون الأكسجين. حسنا، إذا الكربون سيتخلى عن الإلكترونات، لكن كم عدد الإلكترونات التي يتخلى عنها الكربون؟ حسنا، لنرى لديه 1 2 3 4 إلكترونات تكافؤ. إذا أكثر شيء يمكن أن يتخلى عنه هو 4 إلكترونات تكافؤ. لنعود إلى الكربونات. إذا الكربون يمكن على الأغلب أن يتخلى عن الأربع إلكترونات. إذا ماذا سيكون رقم التأكسد الكلي لأيون الكربونات لل CO3؟ 3 هذا موجب 4، لأن يعني لديه فقط 4 ليتخلى عنها. إذا ارتبط مع الأكسجين سوف يتخلى عن الإلكترونات. كل أكسجين لديه سالب 2، إذا لنفكر في هذا، لدينا زائد 4 ناقص 3 ضرب ناقص 2، لدينا 3 ذرات أكسجين. إذا لدينا 2 ناقص 6 يساوي ناقص 2، إذا يمكن إظهار هذا كعدد تأكسد لكل أيون الكربونات وهو ناقص 2. الآن إذا كان رقم التأكسد لكل الكربونات يساوي ناقص 2، فإن مساهمته في رقم التأكسد لكل هذا، لدينا 3 أيونات من الكربونات كل واحد منها يساهم بناقص 2، إذا لدينا مساهمة كلية منها تساوي سالب 8. إذا كان هذا سالب 6 وهذا جزيء متعادل، فإن ذرتي الحديد سيكون لديها حالة أكسدة تساوي زائد 6، لأن جميعهم يجب أن يساووا صفر. إذا كانت كلتا ذرتي الحديد مجتمعة لديها رقم تأكسد موجب 6، عندها كل ذرة منها سوف يكون لديها رقم تأكسد يساوي 3. في العالم الافتراضي إذا حدث هذا فإنه على الأقل 3 إلكترونات سوف تفضل الكربونات عن كل ذرة من الحديد. إذا لماذا يسمى كربونات الحديد الثلاثي؟ أعتقد ربما فهمتم هذا الآن، لأن هذا الحديد في حالة الأكسدة الثالثة. نعم، الكثير من المعادن خاصة المعادن الانتقالية يمكن أن يكون لديها عدة حالات أكسدة. عندما يكون لدينا كربونات الحديد الثلاثي سنقول بالضبط هذه الحالة الثالثة للأكسدة، أو عدد التأكسد لهذا المعدن هنا ستكون موجب 3. الآن لنقوم بمثال آخر، هذا مثير للاهتمام، حمض الخليك. وأعتقد هذه المرة الأولى أسيتيك أسيد التي نعرض فيها صيغة حمض الخليك.
أو الخليك لن نخوض بكل الكيمياء العضوية له، لكن لنجد ما هي الشحنات المختلفة لذراته، ربما هو معقد قليلا، أو حالات الأكسدة المختلفة لذراته. حسنا، أحيانا قد نراه مكتوب هكذا، سنقول حسنا الأكسجينات كل واحد منها سيكون لديه -2، -2، الهيدروجينات كل واحد منها لديه شحنة +1 أو -1. حسنا، إذا هذه الأكسجينات سوف تساهم -4، ومن ثم الهيدروجينات هنا لدينا +3، ومن ثم هنا لدينا +1. نأخذ مجموع هذه ونحصل على 0. إذا الكربونات يجب أن لا يكون لها حالة أكسدة، سيكون لديها عدد أكسدة يساوي 0، لأننا وصلنا الصفر أصلا. حسنا، من مجموع الهيدروجينات والأكسجينات وصلنا على الصفر. لننظر إليهم ونحاول أن نعرف إذا كان هذا هو الحال هنا أيضا. عندما يرتبط الكربون مع الهيدروجين، من سيحتكر الإلكترونات؟ عندما يرتبط الكربون مع الهيدروجين، ذكرنا هذا من قبل، الكهروسلبية كلما سرنا اليمين تزداد، الكربون هو أكثر كهروسلبية. الكربون هنا يحب أن يحتفظ بالإلكترونات أو يحتكرهم لنفسه أكثر من الهيدروجين، إذا الهيدروجين سوف يخسر الإلكترونات. هي عملية رابطة تساهمية، لكن بالطبع نعلم عندما نتعامل مع حالات الأكسدة نتظاهر أنها رابطة أيونية. إذا في هذه الحالة الهيدروجينات سوف تخسر الإلكترونات، إذا كل واحد منها ستكون حالة الأكسدة لها تساوي +1. هذا يتفق مع ما نعلمه إلى الآن. وفي الواقع هناك شيء آخر، عندما قمت بهذا التمرين هنا فورا افترضت أن الهيدروجينات هي +1 حالة أكسدة هي +1. قمت بهذا لأن كل شيء آخر في الجزيء هو كربون وأكسجين، وهو أكثر كهروسلبية من الهيدروجين، إذا الهيدروجين سيكون لديه رقم تأكسد -1. إذا كان هنا لدينا العديد من المعادن القلوية أو قلويات الأرضية، فلن أكون متأكد، سأكون ربما الهيدروجين ليس كذلك. لكن على أي حال، إذا هذه كلها أعطت إلكترون إلى هذا الكربون، إذا من هذه الهيدروجينات هذا الكربون سيكون رقم التأكسد له -3، ليس +3، -3. هذه تفقد الإلكترونات، هذا الكربون حصل على 3 إلكترونات، لذا رقم التأكسد له -3. رابطة الكربون، لا يوجد هناك سبب ليأخذ كربون واحد الإلكترونات من الكربون الآخر، كل الكربونات هي متساوية، إذا لا يوجد أي نقل للإلكترونات هنا. إذا تبقى حالة الأكسدة للكربون تساوي -3. الآن ماذا عن هذا الجانب؟ نعلم أن هذا الهيدروجين سوف يكون لديه شحنة أو حالة أكسدة من -1، سوف يعطي الإلكترون للأكسجين. هذا الأكسجين كمعظم الأكسجينات سيأخذ إلكترونين، واحد من هذا الكربون والآخر من هذا الهيدروجين، إذا سيكون لديه حالة أكسدة هي -2. هذا الأكسجين أيضا سيأخذ إلكترونين في هذه الحالة، كلاهما سوف يكونان من هذا الكربون بالبرتقالي، إذا حالة الأكسدة له ستكون -2. إذا ما هي حالة الأكسدة لهذا الكربون؟ إنه يخسر إلكترونين لهذا الأكسجين هنا، ويخسر إلكترون لهذا الأكسجين أسفل هنا. نعم، تذكروا هذا الأكسجين حصل على إلكترون واحد من الكربون وواحد من الهيدروجين، لذا يخسر إلكترون هنا واثنان هنا، لذا يخسر 3 إلكترونات. إذا في هذه الحالة سيكون لديه شحنة +3، ويتبين أن مجموع أرقام التأكسد للكربون في حمض الخليك يساوي 0، لأنه إذا كان المجموع هو -3 و+3 سنحصل على 3، ولهذا قلت ربما هذه هي 0. لكن إذا كتبنا أرقام التأكسد، هذا الكربون الأخضر لديه حالة أكسدة -3، والكربون البرتقالي لديه حالة أكسدة +3. إذا هذا المركب لا أعتقد أنه معقد جدا، هذا ما لدينا. أعتقد أن كل شيء جاهز الآن. حسنا، في الفيديو التالي سنبدأ باكتشاف تفاعلات الأكسدة والاختزال. نراكم.